يشجع صدره للإسلام
فمن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا هلبا كان نوار يتقل بالثواب ذلك يجعل الله رجه على الذين لا يؤمنون فهذا صراط ربك مستقيما فحسن الآيات القوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبدأنا أجلنا الذي أجل بلدنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويذكرونكم لقاء يومكم هذا قول شهدنا على أنفسنا وكذبتهم الحياة الدنيا حياة الدنيا وشهدت على أنهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك قرى بالظلم وأهلها غافلون يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعم حرمت ظهورها
و انعم لا یذکرون، انعام لا یذکرون، یذکرون اسم الله علیها، علیها افتراء عن علیه، سیجزیهم بما کانوا یفترون، و قالوا ما فی بطون هذه الانعام انعام خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا و ان یکن میتتا فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلوا و ما کانوا مهتدین و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الرزع و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان مشتبها متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده و لا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الزأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت
ظهورهما أو الهوايا أو ما مختلط بعزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله حجة بالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله خلق اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا
وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فلا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنهما من سوآتهما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما به غرور فلما ذاق شجرت بلت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما الم انهاکما ان تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لکنن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین قال فیها تحت یونا و فیها تموتون و منها تخرجون یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یعاری سوآتکم بریشن و لباس تقوا ذلک خیر ذالک من آیات الله لعلکم یذکرون یا بنی آدم لا یفتنکم
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أباكم أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قد إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الزلالة إنهم اتخذوا والشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزه به سلطانا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا زلوا عنها وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت خلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من الفضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جاءكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وعزتهم الحياة وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يحدون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم تأتي تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَسِيسًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ و نجوم مسخرات به امرهی علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتقوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي ينسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم لا ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء
من بعد أدن آدن فبواكم وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون جبال بيوتا فاذكروا الله ولا تأسوا في الأرض تأسوا في الأرض مفسدين. قال ملأ الذين استكبروا من قوم للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صلاحا صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم بالكافرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم فقالوا يا صالح ائتنا بما تعدونا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سلام مدینا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام مدینا اخوهم شعیبم قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتقونه عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبتون مفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي الحكيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله
مقضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن على نزول بلائک، شاکرتن لفوازل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الى فرحت لقائک، متزودتن تقوى لیوم جزائک، مستنتن به سنن اولیائک، مفارقتن لأخلاق اعدائک، مشغولتن عن الدنيا بحمدك وثنائك بالنبي وآله وبحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. دو تا مطلب میخواستم عرض کنم. یکی این قرآنی که ما میخونیم در ماه مبارک رمضان، این کلاس درسه برای اونایی که نمیدونن یواش یواش یاد بگیرن. یعنی بعضی ها قاعده دیدن مثل اینکه مسابقه دو دارن، تون 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 میخونن. خب من که سوادم کمتره نمیرسم و در نشه من غلط غلط میخونم. غلطی که من خوندم گناهش کردن اونه که داره تون تون میخونه. خدا آقای کبوتر میدون چه جوری میخونن، اونای دیگه چه جوری. باید جوری بخونیم که او بی سوادم بتونه با اتون بیاد. مسابقه دو که نیست. این یه تذکر. تذکر دوم هم این که مثل که قدیمی ها میگفتن، اون که راجب شیطان میگیره اعوذ بالله منشه، اونو با هاست آهسته گفت، اما بسم الله و بقیه شو باید بلند گفت. شما که دفعه از جا میگنم برعکس میگن بسم الله و نمیدونم صلوات و یواش میگن اعوذ بالله من شیطان رجیم بلند میگن. اینا رو دقت کنیم. وقت اونای دیگه میان مسخرمون میکنن، شما که سایت هایی که مسخرمون میکنن که نمیبینیم، بعدا فوشی رو به بنده میدن. خود دقت کنیم ببینین آقای کبودفر چه جوری دارن میخونن، شما هم همونطور میخونن. اون سه چهار نفر به خصوص که امروز دیدم بعضی دومی مثل این که میخواست کوتاه نیاد از اولی، تونتر از اولی میخون، یا سومی تونتر از دومی میخون. یا خود دقت کنیم تونیم.